عيل تاه من امه في السوق، فمه قعدت تدور عليه وتسرق وتقول ابني ضاع ابني ضاع. جالها واحد وقال لها مالك يا ستي بتعيطي ليه؟ قالت له ابني ضاع ابني ضاع. قال لها ما تقلقيش، لو ابن حلال هيرجع لك تاني. قامت صرخت وقالت يبقى الواد ضاع. واحد صاحبنا مراته قاعده معاه بتقول له حبيبي انت فاكر احنا متجوزين بقالنا كام سنه؟ قال لها كتير يا حبيبتي والله ما بعد. قالت له طب ما فيش مره كده تفاجئني في عيد جوازنا؟ قال لها افاجئك ازاي يعني، عاوزه ايه؟ قالت له يعني تدخل علينا مره بخروف كده نذبحه في عيد جوازنا. قال لها حبيبتي ذنبه ايه الخروف؟ في غلطه ارتكبها حمار. بيقول لك واحد قال لمراته انا راح اشتري حمار من السوق، فمراته قالت له قول ان شاء الله. رد عليها وقال لها قول ان شاء الله ليه؟ ما الفلوس في جيبه والحمار في السوق. راح السوق ورجع ايده فاضي، فمراته بتقول له ما جبتش الحمار ليه؟ قال لها ان شاء الله الفلوس اتسرقت. واحد الحمار بتاعه اتسرق فروح زعلان قوي، فمراته بتقول له مالك يا اخويا مبوز ليه؟ قال لها الحمار بتاعنا اتسرق. قالت له ولا يهمك يا حبيبي دخلتك علينا بألف حمار. واحد راكب هو مراته عربيه واقفه في اشاره مرور، بيبص الراجل لقى مراته بتبص على شويه بهايم واقفين، ميز على خرفان على بقر على جاموس. فجودها سألها انت مركزة معهم اول ايه كده يا حبيبتي وما يقربولك؟ فمراته ابتسمت في وشي وقالت له اه حبيبي يقربولي يبقى اخوات جوزي. واحد متحشش قاعد زي انت جاب ورقة وقاعد يشخبط فيه، وقام رايح الصيدلية، فالصيدلية هو كمان محشش قال له الدواء ده ناقص في السوق، اجيب لك البديل بتاعه. واحد متحشش دخل الصيدلية قال له دكتور انا حاسس بوجع جامد قوي بس مش عارف فيه، وبيجيلي كل يوم بس مش فاكر امتى. قال له بسيطة انا هديك دواء انا مش فاكر هو بيعمل ايه، وهتاخده كل يوم بس مش عارف ازاي، وهتخف ان شاء الله بس مش عارف امتى. واحد عجوز بيقول لمراته فاكرة لما كنا صغيرين؟ قالت له يا راجل انت لسه فاكر؟ فقال لها ايه رأيك تيجي نرجع شباب تاني؟ قالت له خلاص روح استناني في المكان اللي اتقابلنا فيه اول مرة. راح هناك وفضل مستنيها ساعة اتنين ما جاتش. بعد ما روح لقاها قاعدة وبتعيط، فزقالها ما جيتيش لا؟ قالت لأمي ما رضيتش تنزلني. واحد محشش ماشي وبنت معدية من قدامه وفي شامة فوق عينيها، قال لها ممكن سؤال لو سمحتي؟ قالت له اتفضل. قال لها ده عين ولا غين؟ محشش خالته خلفت عيل من غير وداء، فامه قالت له روح بارك لخالتك بس اوعى تجيب لها سر عن موضوع ودان ابنها عشان ما تزعلش. فالمحشش راح لخالته وسلم عليها وبارك لها وقال لها اهم حاجه تكتروا من عصير الجزر. قالت له اشمعنى يعني عصير الجزر؟ فقال لها عشان نظره ما يضعفش. قالت له يا اخويا سهله نبقى نركب له نظاره. قال لها ما المشكله هتركبوا النظاره على ايه؟ اتنين محششين طالعين الفضاء وهم طالعين واحد بيقول للتاني اوعى تدوس على النجمة لا تاخد الكل توق. عيل تاه من امه في السوق، فامه قعدت تدور عليه وتسرق وتقول ابني ضاع ابني ضاع. جالها واحد وقال لها مالك يا ستي بتعيطي ليه؟ قالت له ابني ضاع ابني ضاع. قال لها ما تقلقيش، لو ابن حلال هيرجع لك تاني. قامت صرخت وقالت يبقى الواد ضاع. محشش عمل اختبار نظر طلع 6/6، قال لهم لو الدكتور ما كانش لخبطني كنت جبت اكتر من كده كمان. محشش اتحكم عليه بالاعدام، كل لما يجي يشنقوه الحبل يتقطع. فبص العشماوي وقال له احنا جايين نتشنق ولا جايين نلعب؟ اربعه صعايده بيلعبوا على الطريق السريع، اللي العربيه تخبطه مرتين يطلع بره. واحد محشش ماشي مع خطيبته في نص الليل، فشافت ابوها قالت يا لاوي بابا بابا. قال لها ما تخافيش قولوا لاخوكي. محشش دخل سوبر ماركت في الكويت عشان يشتري ولاعة، راح عشان يحاسب قال له بكام الولاعة دي؟ فقال له بنار. قال له يا عم ما انا عارف ان هي نار، هي بكام بقى؟ محشش عاوز ينتحر فراح يرمي نفسه قدام عربية، فصاحب العربية زعقله وقال له بتعمل كده ليه؟ قال له عايز انتحر. قال له يا سلام سهل لما تطلع فوق اي عمارة عالية وتنط. قال له يا سلام عايزنا نط عشان اموت.
محشش ماشي في الشارع. لقى مذيعة بتسأله بتقول له القمر فين؟ فقال لها اهو. قالت له مبروك كسبت معانا 20 جنيه. فقال لها في واحد تاني هناك اهو.